التصفية الجسدية خطر يتهدد حياة بعض الساسة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الدائرة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي. تهديدات أخذت على محمل الجد، خاصة عبر تكثيف الحراسة الشخصية وأخذ عديد الاحتياطات. هي تهديدات وصفت بالخطيرة والجادة، وصلت عددا من السياسيين. رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أحدها. الغنوشي تحدث عن تهديدات هي حسب قوله على علاقة بتقدم الحوار الوطني دون تحديد لمصدرها. وقت البلاد مجرد ما تبدأ تقطع خطوة نحو الانفراج، ثم جهة معادية لبلادنا، معادية للتحول الديمقراطي، ما تحبش بلادنا تخرج من الأزمة، تتمعش من الأزمة، تحب المسار الديمقراطي لتونس يطيح. تونس ما توصلش باش تكون عندها ديمقراطية ودولة مستقرة وازدهار وتنمية، ولذلك هالجهات هذه تسعى باش في الوقت المناسب، معناها وقت بدينا نخرج من الأزمة، تتدخل باش ترجعنا للأزمة التالي. وباش يفشلوا بك القضية أكبر من شخص الغنوشي، هي تتعلق بمسار ديمقراطي وبمسار بلاد. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي طالته هذه التهديدات دون أن يكشف عن تفاصيلها، مؤكدا أنها لن تربكه رغم جديتها. بالنسبة لنا التهديدات هذه لا تربكنا ولا تعطلنا، ونعرفها لأني لمحال هي جادة والاستهداف حقيقي، ولكن إذا كان مش نركن ونوخر هي هكا الغاية اللي حب يحققها الإرهابيون. احنا نحب نقولوا دمنا ما هوش أحسن من دم ما سبقنا من الشهداء. نجيب الشابي بدوره تلقى تهديدات جادة ما أدى إلى تكثيف الحراسة الشخصية عليه. الأمينة العامة للحزب الجمهوري ميا جريبي قالت إن الحلول السياسية العاجلة هي المنقذ من إرهاب وتصفية جسدية باتت تهدد البلاد، وأكدت أن تونس ستنتصر على كل هذه التهديدات. نجيب الشابي ولا الجمهوري ولا كل الديمقراطيين باش يثنيهم الإرهاب على القيام بواجبهم. الحذر واجب، ولكن احنا ما نخافوا كان من ربي ولا نخافوا في الحق لومة لائما. هذا يزيد يشحذ عزيمنا، وباش نواصلوا النضال مهما كان درجه الخطر اللي يهددنا. مش نلوجوا اسباب للارهاب، لانه ولا سبب يخلي الارهاب، لكن موقع سي نجيب ومواقفه ويعني المصداقيه اللي يحظى بها ربما تخلي انه في قائمه من قائمات الارهاب. هذه التهديدات حسب البعض يجب أن تؤخذ على محمل الجد حتى لا تستيقظ تونس على اغتيال سياسي جديد يربك كل المشهد في البلاد.